ما عندكين ندير راه ماشي عند الله هذا كما تكاسر ما عندك ندير والله ما عندك ندير الله عليه وسلم مات على النصر وجابت على ان نصر الله قريب والله ما عندك ندير انا لا اخشى المؤاخذه ولا اخشى المحاكمه ولكني اليوم فهمت بان انا مهم لحد الدرجه انني وقفت الاعتراف ديال امريكا ديال المغرب فيما يخص حقوق المغرب على الصحراء وعباد الله وتصوروا ما معناتها هادو الناس سهموني بانني انا سبب انه الولايات المتحده لربما تراجعت او لا غادي تراجع الله لما كنت عارفه تراجعت كاع انا فيما يخص الحقوق ديالنا التاريخيه على الاراضي ديال الصحراء عرفت هذه اول مره ما وكيحاكموني لانني حاولت نشوه بواحد السيد اللي هو على ظهره وقف المغرب المغرب الحموشي وقف على الشعب المغربي دون غيره وإذا كان شي مغرب لأن كان واحد الشعب مغربي وإذا كان شي حقوق لأن كان واحد الشعب المغربي وإذا كان واحد الملك لأن الشعب معاه الشعب هو الركيزة ديال البلاد ديال المغرب وديال الملك دون غيره الشعب اللي معاه الشعب اللي كينصر الملك الشعب اللي غادي يجيب حقوقنا ماشي البشر واش كتحسب براسك اله ما تخلعنيش وما تخوفنيش باش كل الامور واضحه اليوم عاد تخت الخبر شنو ما المتابعات وشنو ما الوقائع وثاني قال لك نهار الاثنين اجي تحاكم الحين عندنا الاقر كيخصو يعطيني شهر ولا شهرين باش نضبط مزيان الوثائق ونجيب الحجج المعاكسه اليوم كيقولوا لي بانه ملي تعاملت مع الدنيا الفلاني هي الجزائر عبر العالم فين جات الدنيا الفلانية هي الجزائر الدنيا الفلانية ديما كانت الدنيا الفلانية ديما كانت مواطنة حرة وصادقة تنى لي سبوا لي امها نى لي سبوا لي امها رجعت ضدنا ديما كانت معنا وشكون اللي سب امها القنوات اللي تابعين ديك المؤسسه اللي ما كتصلح والو سبب ديال التاخير هذا الجلسه استاذ ما تاخر والو المرافعه ما تاخر والو بغيتو تحاكموني في الليله ولا شنو؟ شنو كاين؟ غدا الجمعه غدا الجمعة كاين السبت لحد الاثنين هذا اللي كاين واش وقت كبير سي محمد متفائل فاش قضاء انا عارف راسي بان النص من عند الله ديروها مزيانه في راسكم واذا كان الله مكتب عليا شي حاجه غادي ندوزها واذا كان الله مكتب عليا ما ندوز حتى شي حاجه ما ندوزهاش وفضينا كان الله ما كاينش العباد قبل بعد الجاهليه كانوا الاصنام وكيقولوا هادو الاصنام والله راه في السماء ملي كلشي عرف اليوم بان الاصنام والشجر ما عندها حتى شي قوه ما عند ماشي هي اللي كتقرر بداو كيجيو شي عباد الله كيحسبوا راسهم الهه فهاد البشر اللي كيحسب راسو بانهم الهه هما اللي خاصنا نحاربوا هما الاصنام ديال القرن 21 هما الاصنام ديال 2022 يعني خدا نقول لكم واش كتشوف انا قريب ان شاء الله الجلسه تسالي واش كتشوف قريب هذه المحاكمه تسالي ان شاء الله ما نعرف سمع شنو الرساله اللي بغاو يوصلوا لك شنو الرد ديالك عليها الرساله اللي بغاو يوصلوا لي هو المغاربه رفضوا فمكم راه ملي كيكون شي مسؤول كيتكلم راه كيكون كيتكلم لمصلحه الجميع وجميع المغاربه خصهم يربطوا فمهم ويبداو يصفقوا ويشطحوا لهم يقولوا لهم برافو انتم ناس مزيانين واذا مشيت انت قلت الحقيقه غادي يقولوا لك لا انت ما كتصلحش واش رفعتي شي كاين على القاضي هي دير تصريح على القاضي ودابا غنمشي ندير دعاوي ديال الزور
ضد المحاضر ديال الشرطة القضائية ويديروا اللي يبغوا من بعد.